مع الدكتور واصل أبو يوسف الإصبهاني. ليس فقط في مخيمات الصمود والشهداء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن في كل مخيمات شعبنا الفلسطيني أينما تواجد الشعب الفلسطيني، وخاصة مخيمات الصمود والتحدي في الدول الشقيقة. هي رسالة واضحة بأنه رغم مرور 100 عام على هذا الوعد المشؤوم، إلا أن شعبنا الفلسطيني أكثر عزماً وتصميماً وتمسكاً بحقوقه، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين التي اقتلعته العصابات الصهيونية وأبعدته إلى خارج أرضه، أرض فلسطين، ليشكل قلعة بالصمود والتمسك بالحقوق في كل الدول التي مكث فيها. بهذا الأمر، على الرغم من هذا الوعد المشؤوم الذي أسس ابتلاء شعبنا الفلسطيني من العصابات الصهيونية التي قامت بما ذبحها وملازلها من أجل طرد الشعب الفلسطيني واقتلاعه، إلى أن القضية الفلسطينية بقيت حية، وبقيت هذه القضية وشعبنا الفلسطيني الذي قدم تضحية ابتسامة في سبيل التمسك بالحقوق والثوابت وعدالة القضية الفلسطينية التي أبحثها حيا حتى اليوم. يؤكد شعبنا الفلسطيني مجددا على أن هذه الحقوق والثوابت لن تذهب هدرا أمام كل التضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني. الحملة الوطنية الشعبية التي تقوم بهذه الفعاليات، أنا أعتقد أنها فعاليات هامة توجه رسالة واضحة بأهمية تحويل بريطانيا عندما أصدر وزير خارجيتها هذا الوعد المشؤوم الذي أسس لنكبة شعبنا الفلسطيني التي استمرت هذه النكبة حتى اليوم. وبالتالي تحميل بريطانيا مسؤولية ما نجم عن هذا الوعد المشؤوم، وأيضا مطالبتها بالاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة الاعتراف بحق عودة اللاجئين حسب قرار 194 إلى دياره وممتلكاته التي شرد منها، وحق تقرير المصير، وقامت الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وجمع كل الأطراف والمسؤولية التاريخية والمعنوية والسياسية التي نجمت عن هذا القرار البشري. لذلك بريطانيا تتحمل المسؤولية الأولى في دعم الكيان الصهيوني وفي تأسيس نكبة شعبنا الفلسطيني. هذا الأمر هام في سياق تكامل الدور الشعبي الوطني، وأيضا الدور الرسمي المثبت في منظومة التحرير الفلسطينية التي تم الإعلان عن أنه سيكون هناك مجموعة من الآليات التي لها علاقة بمطلعة بريطانيا، سواء من الناحية القضائية أو من الناحية السياسية والأخلاقية التي تتابع مع الحكومة البريطانية. بطبيعة الحال أيضا هذه الفعاليات التي تنطبق في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، ومشاركة أيضا صحيحا هذه اللجنة هي فلسطينية، ولكن أيضا
لابد أن يكون هناك دعماً شعبياً عربياً وإسلامياً ومن العديد من أحرار العالم الذين يقفوا مع شعبنا الفلسطيني لتبني كل هذه المطالب والوقوف صفاً واحداً أمام حقوق شعبنا الفلسطيني والمطالبة بتحقيقها، لأنه لن يكون هناك لا سلام ولا أمن ولا عدل في هذه المنطقة دون وصول الشعب الفلسطيني إلى إنهاء الاحتلال ووصوله إلى نيل باقي حقوقه. أيها الأخوات أيها الأخوة، اليوم في هذه الفكرة المشؤومة نؤكد على أن كل ما يقوم به الاحتلال في مواصلة استمرار وتكريس هذه النكبة الفلسطينية سواء بالتنكر حق عودة اللاجئين أو ما يقوم به من عدوان وجرائم ومواصلة ضد شعبنا الفلسطيني، وخاصة من خلال هذا الاستعمار الاستيطاني الذي تبقي به حكومة الاحتلال بناء وتوسيعا طالبا بعرض القائد كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما فيها القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2304 الذي ينص على عدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري والذي يخالف حكومة الاحتلال وقناته، مترافقا أيضا مع التصفيات الميدانية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا ما يشكل تنكرا لكل ما يمكن أن يشكل أساسا لإنهاء الاحتلال الذي أخذ المجتمع الدولي على عاتقه معظم أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة في مؤتمر عدم الحياز الأخير، لأن عام 2017 يتعين أن يكون هو عام إنهاء الاحتلال ووصول الشعب الفلسطيني إلى حريته واستقلاله. لهذا الأمر ربما أيضا في هذه النوية وفي هذا العام تحديدا لابد من تحديد كل فعالياتنا المؤكدة على استمرار مقاومتنا لهذا الاحتلال المجرم واستمرار ترسخنا لترتيب وضعنا الداخلي بما فيه إنهاء الانتساب الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل استمرار مقاومة شعبنا وتعزيز صموده والدفاع عن كل هذه التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني. وهذا الأمر الذي يتطلب أيضا سرعة إنجاز ما يمكن أن يشكل عاملا أساسيا في إنهاء الاحتلال، وهو فرض مقاطعة شاملة وعزلة على هذا الاحتلال بما فيها تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية سواء بالتخلص من التنسيق الأمني أو الاقتصادي أو حتى العلاقات السياسية ودعم حركة المقاطعة الدولية الـBDS واستمرار النضال الدبلوماسي والسياسي مع كل المنظمات الدولية بما فيها الاتحاد الدولي والذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية دون خوف أو تردد من إدارة ترامب التي تهدد والتي أيضا تغطي على جرائم حكومة الاحتلال حكومة نتنياهو الماضية قدما بتثبيت وقائعها على الأرض، معتقدة أنها ستحول دون وصول شعبنا إلى نيل حقوقه. لذلك في هذه اللحظات التي تعرض فيها القضية الفلسطينية على كل هذه المخاطر والتحديات مطلوب استعادة وحدة وطنية شاملة في إطار استراتيجية تدافع عن شعبنا الفلسطيني وتعزز صمودنا وتحمي مكتسباتنا وتعمل على توجيه رسالة واضحة بأن شعبنا الفلسطيني لن يقبل بتمرير وعد بالفور ولن يقبل بتمرير ما تقوم به حكومة الاحتلال بعد ذلك من محاولات لشق حقوق شعبنا الفلسطيني. الصمود الفلسطيني ووحدة الوطنية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني المتمسك بمقاومته ودفاعه الوطني هو السبيل الوحيد لانتصار شعبنا الفلسطيني. المجد للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى حتما على شعبنا الفلسطيني العظيم ومنتصر.